الاقتصاد المغربي بين خطط الإصلاح وإكراهات الأزمة. ما هي الوضعية الحقيقية للاقتصاد الوطني؟ ما الذي قدمته الحكومة لإخراجه من الأزمة؟ هل تندرج الإجراءات المتخذة في إطار منظور شامل للإصلاح؟ كيف يمكن تشخيص حالة الاقتصاد الوطني في ظل تضارب أرقام الجهات المعنية؟ ألا يضر ذلك بصورة البلاد أمام المؤسسات الدولية؟ تضارب